أهلا بكم. يتلهف الأهل وخاصة الأمهات إلى تعليم الأطفال الصوم تدريجيا، لكن لا يعرف معظمهم كيفية القيام بذلك بالطريقة الصحيحة. واقع أن السن أو الطفل في سن مبكرة يميل إلى تقليد الكبار في كل شيء، قد يشجعه على تجربة الصوم من تلقاء نفسه، لكن شرط إيجاد البيئة المناسبة. معنا من عمان الاستشارية التربوية داليا قنديل. صبحك الله بالخير داليا، وأهلا وسهلا فيك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. يعني في البداية احنا زي ما ذكرنا، الأطفال عادة يحبوا يقلدوا أهاليهم في كل شيء، يشوفوا أهاليهم صايمين فيبغوا يصوموا زيهم. لكن من أي عمر يجب على الأبوين أنه يبدأوا مثلا يعطوا طفلهم فكرة عن الصيام ويبدأوا يخلوه يصوم؟ أهلا وسهلا، صباح الخير. رمضان كريم عليكم جميعا. بالبداية العمر كتير مهم، ما يكون قبل 10 سنوات نبدأ إنه نمرن الطفل على الصيام بالطريقة الصحيحة، لحتى الطفل ما يصير عنده أي عوارض جانبية أو أعراض جانبية، وحتى ما يصير عنده فكرة الصيام غير مقبولة لاحقا. فبالبداية بنبدأ مثلا من عمر 7 سنوات بكل رمضان بشكل تدريجي مع الطفل، إنه إحنا نمرنه على الصيام كصيام مثلا 5 ساعات 6 ساعات من النهار، أو حسب مدة أو طول الصيام في البلد الموجود فيها الوالدين والطفل. إذا كان مثلا كانت مدة الصيام طويلة جدا، إحنا ممكن ناخذ ربع عدد الساعات أو نص عدد الساعات لحتى نمرن الطفل بشكل عام على الصيام، وما تكون عنده فكرة الصيام مرفوضة أو غير مقبولة، أو حتى ممكن إنه يكذب على الوالدين إنه هو صايم، ممكن يكون مفطر من وراها. نعم. طيب، طريقة تعليم فكرة الصيام للطفل قد يكون فيها جانب من الترغيب وجانب من الترهيب. يعني يكون في بعض الأطفال يبغى يشرب موية بس مثلا أو عطشان، فتلاقي الأم والأب لا موية هل ممكن خلينا نقول نغش شوية مع الطفل، أو لازم نعلمه بأسلوب صارم فكرة الصيام لأنه هي اللي حيكبر عليها بعد كده؟ تمام، ممكن هذا الموضوع بيعتمد على عمر الطفل. يعني مثلا إذا كان الطفل تعدى عمر 10 سنوات هذه الطريقة غير فعالة، وبعتقد أيضا حتى قبل عمر 10 سنوات هاي الطريقة غير فعالة، لأنه ممكن تعطي الطفل إنه عادي لو هو أفطر أو حتى شرب ماء، فبتصير عنده خلل بمفهوم الصيام. لهيك إحنا لازم نخلي الطفل بالبداية يصوم عن الطعام، يعني إحنا نعلمه الصيام عن الطعام بشكل تدريجي، بعدين بنعلمه الصيام عن الشرب. يعني مثلا طفل عمره 6 سنوات أو 7 سنوات وحابب إنه يبدأ الصيام، بنخليه يصوم عن الطعام ولكن مسموح له الشرب مثلا. فإحنا هون بنبدأ بالشكل التدريجي إنه إحنا بنمنعه عن الطعام، ولكن ما بنمنعه إنه يشرب مي، خصوصا إذا كان في فصل الصيف وإذا كان في دوام مدارس أو دوام، يعني هذا الشيء ممكن يكون شاق على الطفل. طيب داليا، يعني عدد الساعات التي ينصح للأهل بصيام الطفل بحيث أنها يعني تعودوا نوعا ما على فكرة الصيام، وفي نفس الوقت ما تضره جسديا، لأنه الطفل يعني في طور النمو وجسمه في طور النمو أيضا، كم عدد الساعات المسموح بها؟ ما بنقدر نحكي انه لازم يصوم 5 ساعات 6 ساعات، الموضوع بيعتمد على حالة الطفل الجسمية، بيعتمد على هل يعاني من مشاكل مثلا مرضية، هل عنده نقص بأحد الفيتامينز، هل هو بيتحمل يصوم 5 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، هل مدة الصيام في البلد مثلا 10 ساعات 12 ساعة 18 ساعة 22 ساعة. يعني الموضوع بيعتمد بشكل كبير جدا على عدة عوامل، ولكن العامل الأساسي هو مدى قدرة وطاقة وتحمل الطفل للصيام. احنا ممكن نجرب يوم ونشوف لأي مدى الطفل بيقدر يتحمل انه يصوم عن الطعام وعن الشرب، وبناء عليه بنقيس هل يمكنه الصيام مثلا
مرة بالأسبوع، مرتين بالأسبوع، يوم بعد يوم، وهكذا. فالموضوع يعتمد على التجربة، لأنه بيعتمد على عدة عوامل. ما بنقدر نحكي إنه هو الطفل بصوم 5 ساعات أو 4 ساعات أو 3 ساعات، إلا إذا كان هناك تجربة من قبل الوالدين لموضوع الصيام في شهر رمضان المبارك. طيب، هل في مكملات غذائية معينة يجب أن يعطي الأهل طفلهم أثناء فترة الصيام تساعدهم على الصيام؟ وجبات محددة يفضل أنهم يعطوها للطفل خلال يعني في وقت الإفطار، إذا كان الطفل فعلا متشجع وحابب يصوم بكرة خلينا نقول؟ نعم، أهمية الغذاء الصحي المتوازن كتير مهمة. شرب الماء بكميات كافية، هذا الشيء بيساعد الطفل على تقبل فكرة الصيام أكثر. يعني الكثير من الأهل مثلا ممكن بيلجأوا للإفطار بشكل يعني مفرط، أو حتى بيكون الغذاء غير صحي، فما ما بيمد الطفل بالطاقة اللازمة إنه يتحمل صيام تاني يوم. حتى في وقت السحور ممكن يكون السحور غير صحي، ما أخذ الطاقة أو ما كان الغذاء متوازن، فما مد الطفل بالطاقة اللازمة حتى إنه يكمل الصيام، وبالتالي هذا بيأثر على الصيام. فإحنا بننصح دائما إنه يكون الغذاء بوقت الإفطار أو حتى وقت السحور، الطعام إنه يكون نوعيته وكمية متناسبة مع عمر الطفل، وإنه يمد بجميع الطاقة اللازمة وجميع العناصر الغذائية اللازمة حتى إنه يقدر يتم صيامه. طيب، شكرا جزيلا لك من عمان الاستشارية التربوية داليا قنديل، يعطيك ألف عافية على وجودك معنا اليوم.